بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وأحسنها هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من عذاب النار. أيها المستمعون الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وأنذرهم يوم الحسرة. علينا أن نذكر عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لقد سمعنا قول الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الآيات لمن؟ الذين لا يراقبون ربهم في أقوالهم وأفعالهم. لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة قبل أن يأخذ هؤلاء إلى النار، حتى لا يقولوا ربنا ما فعلنا كذا وما فعلنا كذا، كأنك يا ربنا حاصر، كأنك يا ربنا ظلمتنا، فيقول الله سبحانه وتعالى: وقفوه
فإنهم مسؤولون يوم ذاك يشهد عليهم كما سمعتم الآن آنفا. ويقول الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم قال سبحانه وتعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال جل جلاله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سئيرا. أجارني الله وإياكم من هؤلاء. وقال سبحانه وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال سبحانه وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال جل جلاله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. احذروا أيها المستمعون الكرام. وقال الله سبحانه ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. خلاص خلاص ونادوا يا مالك الآن لا نريد الحياة نريد فقط أن نموت لقد احترقنا لا نريد أي شيء الآن نريد أن نموت خلاص لكي ننتهي من العذاب. ولكن اسمعوا كما جاء في الحديث أن مالك يسقط عنهم ألف سنة. سبحان الله يسقط عنهم ألف سنة ثم يقول إنكم ماكثون. سبحان الله أسأل الله أن يجيرني وإياكم من عذاب النار. بسم الله روى الترمذي عن شهيب الأسدهي رضي الله عنه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ قالوا أبو هريرة. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أسألك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقلته وفهمته؟ فقال أبو هريرة لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقلته وألمته. ثم نسخ نسخة طويلة ثم أفاق فقال لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وهو في البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نسخ نسخا أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه وقال أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وهو في البيت ما معنا أحد غيري وغيره.
ثم نسخ أبو هريرة نسخة سديدة ثم مر خارا على وجهه فاسنقته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو هريرة اسمعوا عباد الله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ينزل الله إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية وكل أمة يدعى إلى كتابها فأول من يدعى به وجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقال للقارئ ألم أؤلمك ما أنزلته على رسولي فقال بلى يا رب قال فماذا أملت فيما ألمتك قال فماذا أملت فيما ألمتك قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذب وتقول الملائكة كذب ويقول الله له أردت أن تقال فلان قارئ فقد قيل وفي رواية ثم أمر به فسهب على وجهه حتى ألقي في النار سبحان الله حافظ لكتاب الله يكون أول من يلقى في النار إياذا بالله ما السبب اسمعوا عباد الله ويؤتى بصاحب المار فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تهتاز إلى الناس أو إلى أهد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما أعطيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذب وتقول الملائكة كذب ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ثم أمر به فسهب على وجهه حتى ألقي في النار ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذب وتقول الملائكة كذب ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جرئي فقد قيل ذلك ثم أمر به فسهب على وجهه فألقي في النار قال أبو هريرة ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة يا أبا هريرة أولئك أول خلق الله تسخر بهم النار يوم القيامة اسمعوا أول من تسخر بهم النار يوم القيامة تتلو كتاب الله والمنفق والمجاهد ولما أخبر بهذا الحديث معاوية قال فئل بهؤلاء كذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بقى معاوية بكاء شديدا قال الراوي هكذا لنا أنه هالك القمم أول من تسخر بهم النار حفظة كتاب الله الذين يقرؤون ويحفظون ولكن للدنيا ليقال فلان قارئ وصوته ما شاء الله ليقال فلان قارئ وصوته حسن ليقال فلان ما شاء الله صوته حسن يتعلمون للدنيا للمنصب فلان يذهب من هنا وهناك يبكي على هوى أول من تسخر بهم النار وذاك المتسرسق الذي يتسرسق فيعلم في الجراء والصحف والسجلات
فلان أنفق حتى يقولون جواد منفق ما شاء الله أول من تسأر بهم النار يا سبحان الله. وذاك الذي أري قدمه في سبيل الله ألم يترك أهله ألم يترك أولاده وهم يبكون وهم يبكون وهم يبكون لا إله إلا الله وهم يبكون قبل أن يخرج إلى ساحة القتال وقتل ويقول الناس انظروا إلى الشهيد كيف قتل وقتل ما شاء الله وإذا به لا والله ما كانت نيته خالصة لله قال الله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أهدا. أيها المسلمون الكرام علينا أن نخلص الأعمال لوجه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. استغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يتي الله سبحانه وتعالى ويلتني كنا صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالي أندن تنبي يمبي توتبي يقوم دنا الله سبحانه وتعالى يندي الله سبحانه وتعالى نادو يتبع فكين تنتبع كييت جهنم دو يونبو نبع كييت جهنم ووي أجواني كمي فالا كو يوتيري موندن سيدي تو إندو ميتونيو الله سبحانه وتعالى كو نندو مصيب جول الله الوارو جدتو قلب نادو بكييت جهنم هرو لنداكي بك الله ويهن ننون جوري مالن سيدي تو كلاكو ميمير نادي كو حرب نبي مالن سيدي تو كلاكو ميمير نادي كو حرب جيت مالن سيدي تو كلاكو داري نادي كو حرب redumadun sedito kala ko nyamu nday mayru ko har Allah subhanahu wa ta'ala jonnita usmati hunduko ko yugo wolu hunduko ginna enetere ko fi honnu sedito do ni hore me on yali minna menen fanki me fala ke natu ba yita jahannam tere de minna menen kadi ko Allah wolini me ko Allah wolini me ko Allah subhanahu wa ta'ala tagudo on ko wolini me musibe jibe hule Allah subhanahu wa ta'ala مصيبة جلبة هولي الله سبحانه وتعالى أندن ما يي أندن دي جود من سيد توي توي هور من يوم القيامة أندن دي جيت من سيد توي توي هور من أندن دي كويد من سيد توي هور من يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ودالي فإنه إذن سكة كو بتاقير يوم كفي في جنار كفي دعكو قول جاودي تون يجيت دمي نتاقير في مين يا سبحان الله ko imbe jela yalla dalle ji mun nabaka gabu ko imbe jela woni ala joolu de julde jama ko imbe jela woni ala joolu gol feew o yalla billah ene be do be sikabe maye ala yadhunnu ulaika annahum mabuzun li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ene be do be sikalla subhanahu wa ta'ala tabu betum fiyo be won kadna do be ko be fala la wallah مصيب جلبة كيم بتدو أتت سنة يوم القيامة هنجي دو قرآن ما يدو في سبيل الله دفن سر جود من في الله أو هنجي دو قرآن الله إن ما أدنى نكار جوار الله إن نكار جم جنان وما دفتر دم جبير نلا جان وإن الله مج جنان الله إن كهون نقول تيرن راكم جنو ماكم وإن الله مج جنان إنه يم بيم بيم بتو نجم ما مج جنجا نالور ما مج جنجا الله إن أفرد كو جنجر أي نلا كفي يم بيم بيم نكار نو وكيل نو تني نادم نلام كهيد ما فيها ودين نو on est au maïr fi sabili la yetti kafamu acci bi bi mu nge be ngumu tibe wulla fe ndo ko yaldata allah inna dene ram war allah inna ko honnu warada o inna allah ko mi warako fi bantugo dina maka allah inna fenay ko warirada ko fi ko wonna ya habidu ko fi bi nu karji nu susi rezu wala no makadna lan on est dépenser no jawdi mum fi bantugo dina allah inna moyne mer kisano mo qur'anu mo jawdi tawi haaja ka torogol goddo o inna ha allah wa lan nadun do fo allah inna ko honnu golde dina jawdi o inna allah mi dépenser jawdi fi bantugo dina allah inna fenay
كدبان سرنا كفي ما بمن كفي إنما وريك زورنا كفي أبي ما فقان دفي ما أو نافي أو وري رنا دم كيد جهنم ما يد الله مسي بجرب كارك بقول تين قولي رم في الله بكو إن خان يا الله سبحانه وتعالى في يبين دباي جاد نبي بولن بورنا يجف لبا بورنا يخان يخان يد بورنا يفضل يكود يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوا فضل يكولن د فضل يكولن د إن خان دعني د إن كيد بير أرنبي بكو جرجنا يخان يا الله سبحانه وتعالى بندو يبورنن يا الله بندو يبورنن كفي دوت على الكيس نفتي يا الله دارني الله لب لب دفن في جاد يانتي بي صلى الله عليه واله وسلم نين نيت نيت لا ني نيك دوغول سي بير سفر كو خامتاني دا فتاري وون قران دا دون جانو قران واي يالا ديكو ني يومي سما جام دا خمال ولا ولما يوندي وون سي سما يينن دينا ني واو كاي يالا خمال غما قران يانتي بي يالا ديكو ني واو تي لو دون جيفه لي مالا خمال داي ني يالا دا ما دون جو غودي جان دا ما دون جانال نين ني يالا داي ناي فن ملائكه ني ناي فن دا ياو داي غا دون جان pour am kompor de nga don jang pour am khalis de nga don jang pour nit ñi ne diw batam neexna diw am ma sha Allah na xam xam dugal le mako ci bir safara jefe wuron pour man ak ko xamantene dafa gañu ci jihad lan mo gëna metti nga jël sa jaaj genn li xex ak non yalla subhanahu wa ta'ala yalla dalay wo ne yow diw ci dal lay na ray day ne yalla man dama jëlul pour yekati sa diina yalla ne da ngay fen de nga don def jihad pour ñu ne diw ma sha Allah jambar ki lolu lañ na ray defé wo ko ngir man dugal le mako ci bir safara yalla billah ki nga xamantene da don dépenser alalam fuñu wax fi sabila bu genn ay 1000 euros 2000 euros diko sarax way yawm al qiyamah yalla ne yalla day ne diw khalis bima la joxul bima la worse kon ci lan nga ko don jafé day ne yalla man day fepp fuma deggé sa tour dina ci dépenser sa khalis dina ci dépenser sama khalis yalla ne da ngay fen da nga don jafé khalis bobu pour nit ñi ne diw ma sha Allah diw mo ma sha Allah fuñu wax tour yalla le mo ñëk genné yalla ne na ñetti ñi ñoom la ñëk duggal safar bokku julli dinañ ragal yalla nañ xamné jakk ji dañ fi wara ñew julli dañ fi wara ñew julli ndax jott ji day mu ngi joytu suñu kaw jakkaji mo ngi joy ci sunu kaw mbokk julli ñi xamne yalla subhanahu wa ta'ala nañ xamne ñun ñepp dañ taxaw ci kanam yalla yalla laaj la nepp li nga jëfoon so defé lu baax alhamdulillah so jëful lu baax walillahi alhamd yalla ke kumandu la yalla neena avam ma len di duggal safara laaj len d'abord avant ñu dugg safar loxu bi day ne yalla man lu haram la dama don laale man lu haram la don def tank bi wax bot bi sédé nopp bi sédé gemmin bi ne yeen lan motax ngeen wax li ngeen wax ci sunu kaw xana xam len ñun dañu bëgg mu ci dugg safara way ter yi dañuy ne yalla dañuy ne diw man de yalla ma wax lo yalla mi la wax lo won ci aduna moma wax lo subhanallah bokku julit nañ ragal yalla subhanahu wa ta'ala اللهم ارحم لجميع موتى المسلمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم يسر امرنا ولا تؤسر علينا اللهم يا رب العالمين ادخلنا الجنه مع الابرار مع النبيين والصديقين والشهداء حسن هؤلاء رفيقا اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم اصلح ذات بين الموحدين اللهم الف بين قلوبنا اللهم يا رب العالمين اجرنا من عذاب النار اللهم اجرنا واجر ابائنا وامهاتنا وللمسلمين عامه وللمؤمنين كافه برحمتك يا رب العالمين يا سميع الدعاء اللهم ارزقنا بالحلال اللهم ارزقنا رزقا واسعا وبارك لنا فيه اقول ما تسمعون ان الله امركم بامر فبدا بنفسه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله